مرحبا. أعتقد أن هناك ما زال هناك تغير في التكتيكات العسكرية على الأرض، وهذه هذا التغير في التكتيكات يعني يبدو واضحا من خلال تقدم الجيش الوطني الليبي داخل طرابلس وانتقال المواجهات الساخنة إلى منطقة شرق مصراتة، المنطقة الفاصلة ما بين مدينة سرت ومدينة مصراتة. في الأيام القليلة الماضية حدث خلخلة للتجمع القوات الميليشياوية التي يعتمد عليها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق داخل العاصمة. من مظاهر هذا التخلخل انسحاب مجاميع مقاتلة محسوبة على مدينة مصراتة للدفاع عن مدينتها، لأن مصراتة تتخوف من أن تتقدم وحدات الجيش الموجودة في سرت إلى ناحية مدينة مصراتة، ولهذا حدث نوع من الانسحاب من قوات مصراتة من داخل طرابلس إلى مدينتهم ونقل المعارك إلى الجبهة الفاصلة ما بين مدينة مصراتة ومدينة سرت. هذا الأمر ترتب عليه ارتباك كبير داخل القوات الميليشيوية داخل العاصمة طرابلس، لأنها كانت تقوم بالتنسيق وتعتمد على وجود القوات المصراتية في العاصمة. بغياب القوات المصراتية حدث هذا الخلل، وتمكن الجيش من اختراق التمركزات الخاصة ببقايا الميليشيات الطرابلسية. أيضا بعض القوى المحسوبة على منطقة الجبل الغربي لطرابلس وبعض المدن الغرب الواقعة غرب طرابلس مثل الزاوية وزوارة والجبل، القوات المحسوبة على هذه المناطق أيضا تراجعت إلى مناطقها بعد أن شعرت أن قوات الجيش تقوم بالتقدم بشكل قوي وأن المساندة المصراتية أصبحت غائبة. يعني هذا الوضع أعتقد أنه لا يقول أن الجيش يمكن أن يحسم المعارك في وقت وجيز، لكنه يشير إلى تقدم الجيش تقدم فعلي على الأرض، ويشير أيضا إلى تغير مناطق الاشتباكات الكبيرة من طرابلس إلى جبهات أخرى مثل الجبهة الواقعة ما بين مصراتة وسرت. طيب أستاذ عبد الستار، يعني الجيش يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين خلال 12 ساعة كما تعلمون، هذا الزج الكبير من قبل أنقرة عدة وعتادا كيف تفسرونه؟ هو طبعا هناك تنسيق قوي ما بين القيادات العسكرية التركية الموجودة في مطار معيتيقة وفي قاعدة مصراتة الجوية أو قاعدة مصراتة العسكرية، وهذا التنسيق ينصب بشكل مباشر على محاولة حماية مدينة مصراتة وليس باقي المناطق. يعني يتم استخدام الطائرات التركية المسيرة لإعطاء الأولوية لمدينة مصراتة وليس أي منطقة أخرى من مناطق الاشتباكات في شمال غرب ليبيا. الأمر ربما يرجع إلى إشكاليات جهوية، إشكاليات مذهبية، نوع من استغلال المواقع. يعني على سبيل المثال لا يخفى على أحد أن وزير الداخلية ووزير الدفاع المكلف السيد فتحي بشاغة ينتمي إلى مدينة مصراتة، وخلال الأسابيع الماضية ظهر أن هناك خلاف على توزيع الأسلحة وعلى استخدام الطائرات المسيرة التي تأتي من تركيا إلى الجماعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وهذا الخلاف سببه أن معظم هذه الأسلحة وهذه الطائرات المسيرة تتحكم فيها القوى التابعة لمدينة مصراتة، ولهذا رأينا استخدام كثيف للطائرات المسيرة على الجبهة الفاصلة ما بين سرت ومصراتة، ولم نرى مثل هذا الاستخدام للطائرات المسيرة التركية على سبيل المثال في عملية السلام في قاعدة الوطية، وهي عملية كانت فاشلة جرت قبل عدة أيام. وضحت الفكرة. أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الليبي الأستاذ عبد الستار حتيتا، كنت معنا مباشرة من القاهرة.